وبالمناسبة الكرة مناصفة حتى الآن بين الطرفين في منطقة المنتصف، ملعوبة على طول في الأمام والكرة عربية وانطلاقة سريعة كما نتابع مراد المقاعد الثالثة والرابعة على التوالي. كرة ملعوبة باتجاه الخزام خلدون على طول، هناك محمود البصول، البصول يسلم كرة مرة ثانية لبصول والانطلاقة لمحمود البصول أمام الرقم 9 والمحاولة البصول في هذه اللحظات مرفوعة داخل 18 البصول، الله 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 في المواجهة وجها لوجه تقريبا 8 متر فقط، ويسلم في الأمام عن محمود البصول، البصول للخزام ولكن عند مراد المقابلة مرة ثانية، البصول البصول محمود عند المقابلة، مراد مراد المقابلة بوضع مرتاح من أمام والبصول المربك المقلق الآن لبصول، محمود لبصول يتأخر نوعا ما، الكرة العربية أحمد غازي، غازي بخبرته يتدخل إلى محمود لبصول والانفراد الانفراد الانفراد، محمود لبصول الأسرع أحمد ذيب، محمود أم أبو كرة عربية صدام الشابات، محاولة محمود لبصول الآن التسليم عند أحمد غازي الحتاملة، أحمد الكرة ماهر محمود لبصول وأحمد غازي الحتاملة، أحمد غازي الحتاملة، أحمد غازي الحتاملة ومحمود لبصول وانطلاقة لبصول من الجانب الأيمن، البصول البصول يمر ويراوغ ويحاول ولكن الكرة بيأمن بيأمن، الله 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 يا بصول، البصول قدم جهدا جهدا مضاعفا في هذه المباراة، البصول اجتهد وصنع الحظ لنفسه ومن يجتهد يصنع الحظ، وجاء بالهدف الأول في هذه المباراة، بهدف التقدم في هذه المباراة، بهدف الافتتاح في هذه المباراة، بهدف الافتتاح بهدف العربي في هذا اللقاء. شفنا البصول وشوف الذكاء، شوف الذكاء من أحمد غازي، أحمد غازي يقدم كرة على طبق من ذهب، وايضا ابو حلاوه تمر الكره من يعني بين قدمين ابو حلاوه وتستقر في شباك في هذه المباراه بامضاء محمود البصول. بالمناسبه البصول هو نجم مباراه اليوم، محمود البصول هو نجم مباراه اليوم بكل تاكيد بين لاعبي الطرفين، البصول لمصلحة النادي العربي، وكرة خطرة عند الخطير، عند الخطير لبصول للخزام خلدون عند البصول وتكون عربية، والبصول البصول أمام الخزام، البصول أمام الخزام وبالتأكيد البصول بنتظر أحمد غازي، نعم كرة عند أحمد غازي حتاملة، أحمد غازي حتاملة يأتي بعرض كرة تمريرة خاطئة تقطع محمود البصول، تمريرة ليسر رواجدة لاعبي العربي، أشرف نعمان، أشرف أشرف نعمان تقطع الكرة، مقطوع الكرة من فريق النادي العربي، محمود بصول تصل لمحمود بصول، محمود بصول محمود يقدم، محمود تابع من حسون الشيخ، محمود بصول محمود يتقدم ايضا سعيد مرجان، سعيد قصيرة لحمد، كرات متتالية الحقيقة كانت الخسارة وايضا طبيعة الخسارة، الخسارة اقصى الجنوب من محمود بصول، محمود بصول محمود خلدون الخزامي عرباوية لبصول يعكس كرة تصدم خلدون الخزامي، وهناك هناك هدف، اذا هدف للاعب للاعب رقم 9 محمود البصول، كره بينيه في على التنفيذ داخل منطقه الجزاء وخالد الياسين في القطع الناجح، تعود مره ثانيه العربي، تعود الى عبد الرؤوف الروافدي، القطع من محمود البصول من فريق النادي العربي، محمود البصول يصول ويجول في منطقة الوسط، بنقل الكرة إلى الجهة اليمنى إلى محمود نادي العربي إذا أراد الاستغلال، لكن الحراسة والحائط الصد البشري فريق نادي الصريح له كلام آخر، وكرة والحارس خالد الياسين مرحلة الذهاب من خلال دوري المحترفين، والصريح تلقى خسارة قاسية الأسبوع الأخير، حسين إربد هو صاحب الأمجاد وصاحب يعني الوصافة في رأسية، لكن تعود من جديد في لمصلحة فريق النادي العربي، محمود البصول العائد للمواقع الدفاعية كمساندا كمنقذ لزملاء النادي العربي، محمود البصول بينية في الأمام، سعيد مرجان بداية المثيرة، البداية بين الفريقين مع بداية الشوط الثاني مشاهدينا الكرام، كرة تعود لمصلحة محمود البصول فريق النادي العربي في الإمساك، سعيد أمانة والتزام، وهنا كرة مرتدة لمصلحة محمود البصول فريق النادي العربي.
اتزان مع سعيد مرجان في منطقة الوسط يا شباب على طول في الأمام الأبصول، لكن لمين الرواجدة باليمين فوق المرمى. شوف بالإعادة هي الإفادة من جديد مشاهدينا الكرام، شوف الاستلام اللم هو الأحلى والأجمل بالصدر، كتمة عاقة في الاستقبال في التمرير على طول. محمود أبصول المتنقل في أرجاء الملعب وصاحب البطاقة الصفراء في الشوط الأول. على معتز ياسين ولكن والعربي طبعا لعب 10 مباريات صح فريق النادي العربي، والعربي طبعا لعب 10 مباريات فاز في 7 مباريات، تعادل في مبارتين، خسر فقط مباراة واحدة، لكن شباب الأردن ولكن مقطوعة، تعود من جديد لمصاغة النادي العربي ومحاولة هجوم للنادي العربي والحكم يقول من دائما هناك النواطير ولكن مقطوعة، تعود من جديد لمصاغة النادي العربي ومحاولة هجوم للنادي العربي والحكم يقول صافرة. لاعب خلوق، لاعب بالتأكيد صاحب مستوى ثابت، لاعب مؤثر. طويلة في الأمام للبصول والرأسية في هذه اللحظات في منطقة المنتصف تماما، هناك محمد البصول طويل. البصول وضغط كبير من شأنها أن ترفع مستوى المباراة. العربي في صدارة الدوري. أبي فريق مشيت من حسن خارج ملعبهم بعد ارتدادهم وإخلاقهم المنطقة تماما. البصول في الكرة ملعوبة. أحمد غازي كرة عرضية وهجمة خطيرة، هجمة خطيرة والهدف الثاني لمصعد فريق النادي العربي. الهدف الثاني لمصعد فريق النادي العربي عن طريق اللاعب محمود بصول. محمود بصول يسجل ثاني أهداف فريق النادي العربي. هدف في كل شوط لفريق النادي العربي. هدف شاهد العرضية والاستقبال والتصويب. كرة أرضية زاحفة، يا ريت نشاهد الفرصة والهدف منذ البداية. محمود البصول يسجل ثاني أهداف فريق النادي العربي، يتقدم. كرة عرضية مقطوعة من مالك الشلوح تصل لمحمود البصول مرة ثانية. استحواذ الآن، سيطرة للفريق العربي، كرة قوية وجول. هدف التعادل عبر محمود البصول. كرة صاروخية لمحمود بصول، هدف ولا أروع من اللاعب المتألق محمود بصول. يكتفي أبو خوصة بمتابعتها بنظره داخل الشباك. هدف رائع، هدف التعادل بعد حوالي دقائق. نشاهد مرة ثانية المراوغة والتصويبة الصاروخية داخل مرمى فريق ذات راس بعد الرواجدة يعكس كرة، فرصة الآن ولكن عثمان الخطيب مرة ثانية، خالد الخزان متابعة والهدف الأول. الهدف الأول عن طريق محمود بصول. محمود البصول لا يهدر في ثاني محاولة. ثاني محاولة داخل الشباك عبر اللاعب محمود بصول. هجمة كانت منسقة وتمريرة من خالد الخزان الى محمود البصول يسجل داخل مرمى. نشاهد مره ثانيه البدايه من يوسف الرواجدي، التمريره حاضره لخلدون خزام والابعاد في اول مره من عثمان الخطيب ويسيطر عليها خلدون خزام، وخلدون خزام يمرر كره حسب الاصول لمحمود البصول يسدد مباشره داخل المرمى. هدف اول لمصلحه فريق قبل ان يعود الاردن. البصول في اجمل لقطات المباراه، لقطة جميلة جدا من محمود بصول وتسديدة كان ممكن فيها يكون الهدف الثاني. البصول بدون خطأ مع ربما أفضلية. الهجوم الآن المرتد العرباوي السريع سعيد مرجان، كرة خلف المدافعين لا الرواجد الآخر، ملعوب على البصول والثلاثية العرباوية تكتمل. الثلاثية العربوية تكتمل بالهدف الثالث. العربي 10 على 10.
10 وثلاثة أهداف بثلاث نقاط والصدارة لمصلحة العربي، يعني القبض على الصدارة مستمر، وليلة القبض على الصدارة مستمرة لمصلحة العربي برأسية محمود البصول وأخطاء دفاعية بقعوية بالجملة. فرحة البصول كان قريب من التسجيل بالتسديد. هنا المحاولة أمامنا لياسر الرواشدة، يلعب الكرة العرضية، وين الرأسية؟ يا السلام يا السلام، هدف ولا أجمل، هدف رائع 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 في الكرة الماضية لصالح فريق نادي الوحدات. أم محمود سلطان يا رجل، يا سلطان، يا دوب يا دوب، كنا نتحدث عنه من أكثر اللاعبين اللي لمس الكرة، هدف يأتي لمصلحة المباراة، ولكن هدف درس ما أجمله، درس ما أجمله، هدف يأتي بصورة ممتازة، والعربي يكرم الضيف. شوف الكرة العرضية موزونة بالمسطرة والقلم من ياسر الرواشدة، أرشدها إلى رأس اللاعب محمود سلطان، ومحمود سلطان رد التحية بارتقاء وتيك أوف جميل جدا، ورأسية تعانق الشباك، وحارس المرمى محمود قنديل ما عساه أن يفعل إلا أن يأتي بها من الشباك. كرة عرضية موزونة بالمسطرة والقلم، الرجل وازنها كأنه تحية سلام، ورد السلام اللاعب محمود سلطان بأجمل منه بهدف وكرة رأسية تعانق الشباك وتعلن عن الهدف الأول في المباراة، والهدف رقم 20 في تاريخ لقاءات الفريقين في منافسات الدوري بين الوحدات وبين العربي. يعني أن يوجد فكرة مختلفة، لكن أعتقد أن التنفيذ كان خاطئ تماما، وكانت فرصة، والآن مرتدة خطيرة لمصلحة العربي سريعة على الناحية اليسرى، دخول داخل منطقة الجزاء، سقوط على أرضية الملعب، ماذا يقول حكم اللقاء؟ هي ركلة. بصول في مواجهة عامر شفيع، محمود يتقدم يسجل ويهز الشباك للمرة الأولى في هذا اللقاء. محمود بصول إذن يمنح التقدم والأفضلية لمصلحة النادي العربي على يمين عامر شفيع، كانت الكرة عامر في الاتجاه الآخر، والشباك تهتز للمرة الأولى في هذا اللقاء لمصلحة النادي. سجل في الدقيقة 44 وتمريرة خاطئة تعود بسرعة لفريق النادي العربي، خطيرة هذه الكرة، خطيرة، هدف رائع، هدف جميل بإمضاء محمود بصول، محمود محمود محمود، التمريرة الخاطئة التي كانت من خليل فتياني، والاستغلال الطيب من هذا اللاعب محمود البصول، اجتاز البهداري وخدع البهداري وأفقد الدميري التوازن، وسدد على يمين محمود قنديل محرزا الهدف الأول لفريق النادي العربي في هذا الشوط، الشوط الثاني من المباراة. العربي الأفضل في هذا الشوط، العربي الأحسن في هذا الشوط، العربي الأخطر. شاهدوا تمريرة خاطئة في منطقة حساسة، في منطقة صعبة، الوحدات يلعب بتعالي بثقة مبالغ به، وبالتالي مني مرماه بهدف، هذا الهدف سيرفع